السلام عليكم، كم ياكل المحاضرة الثالثة؟ المحاضرة الثالثة تحكي على السبيشال دومين، اوكي، وشلون نستخدمه بالايمج انهانسمنت، شلون نستخدمه بتحسين الايمج، اوكي؟ يعني راح نجي نشوف اكو يعني شلون هنشتغل بيه وشلون هاي، اكو اسئلة يعني او يعني رياضيات خلينا نقول كلش لازم تعرفهم انت وتركز ويانا، اوكي؟ ركز ويانا. تمام. أول شيء قبل لا نبلش، فشيء اسمه normalization، خليه ببالك. فشيء اسمه شنو؟ normalization. إذا أريد نحسب normalization للفريكونسي، إذا أريد نحسب normalization للفريكونسي، يعني مهم هذا السؤال إخوان. إذا أريد نحسب normalization للفريكونسي، تصير المعادلة شلون؟ تصير المعادلة بهالصورة، تكون الفريكونسي مال فد بكسل معين على شنو؟ على التوتال. اوكي؟ على شنو؟ التوتال. اوكي؟ وإذا نريد نحسب، إذا نريد نحسب النورماليزيشن قيم معينة، طبعا ما حجي قيم معينة، يعني إذا هاي القيم معينة خذناها غير محاضرات، يعني غير مادة أصلا. اللي هي شلون نحسب على الكون نورماليزيشن؟ ناخذ الماكس، ناخذ شنو الماكس ونقسمه على شنو؟ على التوتال. مبدئيا انت شنو المهم عندك؟ مهم عندك هاي القاعده او هذا القانون اللي هو الفريكونسي على شنو؟ على التوتال. راح يجيك سؤال هيك احتمال، يعني اللي جاب لنا اياه هو جاب لنا اياه بعملي، فاحتمال يجيك هيك سؤال. فالنورماليزيشن سهل جدا. شنو فائدته؟ اول شيء فائدته، انا اقول لك شنو فائدته. مرات تجي قيم، مرات تجي قيم شنو؟ مثلا تجي قيم 3 4 50000 20، يعني قيم شلون اقول البيانات الفاليو البيانات شنو تكون؟ تكون بعيده جدا، يعني فهمتوني شلون؟ تكون شنو الفاليو البيانات بعيده جدا. فهاي القيم شنو نسوي احنا من تجينا هيك قيم بعيده جدا؟ شنو نسوي لها؟ نسوي لها نورماليزيشن. نورماليزيشن شو تصير قيمتها؟ تكون محصوره بين منو ومنو؟ تكون محصورة بين الزيرو والوان، تكون محصورة شنو؟ بين الزيرو والوان، اوكي؟ تكون محصورة بين الزيرو والوان، تمام؟ فالنورماليزيشن هسه شنو الفائدة منه؟ من تجينا فاليو عالية، مثلا تجينا 1 2 3 50000 5000 10، جاية؟ هذني شنو؟ هذني اللي نسوي النورماليزيشن، يعني خليهم ضمن رينج واحد، شلون؟ نسويهن بين 0 و 1، يعني شو نسويهن؟ نورماليزيشن. اوكي؟ فيقول لك اذا عندك الرينج 500 و 255، فشي يصير قيم الرينج بين 0 وشنو؟ وال 1. راح نجي نشوفها ان شاء الله، ناخذها في المثال بالمحاضره، يعني بهاي او بالجايه. اوكي؟ يعني المحاضرات الجايه نشوفها بالمثال. المهم. هاي هذا التعداد يعني احسه مهم. هذا حسه مهم. يقول لك شنو السبب اللي يخلينا نسوي ايمج انهانسمنت؟ اوكي؟ شو نسوي؟ هايلايت الفت انترست ديتيلز، اوكي؟ وريموف للنويز الموجود بالصوره، اوكي؟ وتخلي الصوره اكثر، يعني شلون نقول الرؤيه مالتها اكثر وضوح او افضل رؤيه، تمام؟ حتى نستخدمها وين؟ بالابلكيشنز. فلني الصور افضلني انهانسمنت الرايزون مهمة كلش، اوكي؟ كلش مهمة. إذا يجي تعداد فيجيب ذني، لأني إذا قريت المحاضرات هذني متكررات أكثر من مرة، فيعني إذا يجيب شيء فأكيد هذا يجيبه، تمام؟ زين. هسه نجي على فد شيء اسمه سبيشال دومين ونجي نحكي عليه. قبل لا خلينا نشوف ماكو فد شيء، تمام. زين نجي على السبيشال دومين. هاي اللي قلت شلون نسوي مثلا هاي الاوتبوت اللي راح يكون الجي اكس للواي يكون ترانس ترانسفورم هنا، اوكي، للقيم المدخله ويطلع لنا السبيشال. بس راح نجي نشوف شلون راح يصير هاي عمليا، بس بدي اعطيك وقت شلون تصير هاي التي اللي عباره عن شنو فد ترانسفورميشن او فد عمليه معينه، اوكي؟ هذا الماسك اللي نخليه او الفلتر اللي نشتغل عليه، فانا هسه نشتغل هواي عليه، اوكي؟ نشتغل هواي عليه.
هنا عندي ينطيك البوينت بروسيسنج، هذا يشتغل على فد يعني مو فد شيء مهم، لان هو اعتقد قال لكم الشيء ما ذاكر عليه امثله مو مهم، يعني ما اعتقد فد شيء هذا قانون ولا هذا. الثريشولد، الثريشولد مهم جاب لنا بالامتحان. ثريشولد شنو فكرته يا اخوان؟ شنو فكرته ثريشولد؟ يقول لك، يقول لك مثلا يعطيك فد فاليو، مثلا يقول لك هي احنا نشتغل مثلا جريبل، نشتغل جريبل اوكي. خلينا نجي ناخذ هنا رسمه لحظه، نجي نرسمه وين هنا انا زين بس هنا نجي نشوفه هنا انا مثلا عندي هاي الصورة 3 في 3 اوكي، عندي شنو هاي الصورة 3 في 3 تمام. زين هسه يقول لي شو يقول لي بالسؤال؟ يقول لي اذا كانت القيمة محصورة، يعني اف قيمة محصورة بين ال مثلا الفاليو محصورة مثلا اكبر من 20 اوكي، وشنو اصغر من 100 من 150 مثلا، تكون ايش قد القيمة؟ تكون القيمة زيرو. تكون شنو القيمة؟ زيرو. ايلز شو تكون القيمة؟ 1. يعني شلون؟ نجي نشوف. راح نكبر هذا، يعني يوكا السؤال هذا هيك شيء، بس افتهمه انت لازم تفتهمه شلون يشتغل الثريشولد، انتبه لي. يعطيك فد ماتريكس معينة، يعني افرض هاي القيمة بيها 240 30 اوكي 10 او لا سوري 50 مثلا 255 170 اوكي 110 اوكي 80 مثلا 190 وشنو 200. يقول لك عندنا القيم سوي لي عليها هذا الثريشولد، سوي لي عليها هذا الثريشولد. اجي هل الفاليو، هل هاي الفاليو هي الشرط الاول لو 10 ثاني تنطبق؟ الشرط الاول شو يقول؟ هل الفاليو هي محصوره بين 20 و 150؟ لا. اذا شو تصير؟ اذا محصوره شو تصير؟ صفر. اذا لا شو تصير؟ واحد. فاذا قصر قيمتين واحد تمام؟ اوكي ماشي لك زين هسه زين هسه في حال القيمة ال 30 هي، هل هي محصورة بين 20 و 150؟ اي نعم، فشو تصير؟ تصير صفر. ال 50 محصورة؟ اي نعم، فتصير صفر. 255 لا، فتصير واحد. وهاي كذلك تصير واحد، هاي تصير صفر، وهكذا. وضحت الفكرة شلون؟ شلون نشتغل الثريشولد؟ وضحت؟ كلش مهمة هاي. واعتقد وضحت عندكم شلون، اذا ما وضحتكم سألوني لان هاي مهمة. تمام اخوان؟ وضحت الفكرة عندكم؟ تمام. ما اعرف تسمعوني ساكتين ما اعرف. جيد. اوكي. هاي هنا هنا شنو؟ تكون القيمة مو يعني بعد هنا ايش قلت لكم قبل شوية؟ تكون القيمة يا اما دارك يا اما لايت، يعني ثريشولد واحد، اكو شرط واحد اوكي، اكو شرط واحد وتكون القيم على اساس هذا الشرط، يا اما زيرو يا اما 1، يا اما شنو؟ يا اما زيرو يا اما 1. هنا أنا تكون اكثر من فاليو بالنوع الثاني، تكون يعني قيمة اكثر من شرط، خلينا نقول ما راح تكون فد شيء مهم وياي، يعني مو فد شيء مهم، بس افتهم الثريشولد شلون تصير، هذا مو فد شيء مهم. هنا شلون نشتغل الماسك، شلون نشتغل بي اوكي، خليها يعني مو فد شيء. ايمج انهانسمنت حشينا يعني شلون نسوي ايمج انهانسمنت، هذا الاسم لكم مو مهم. النيجاتيف اللي شو اسمه قبل شوي قلت لكم في الشغله، قلت لكم فد شيء عندنا الكومبلمنت فد شيء اسمه نيجاتيف اوكي. نيجاتيف شنو هو هذا؟
هذا النكت اللي قلت لكم قبل شوية، قلت لكم هو مو نفس الكومبلمنت، مو نفس الكومبلمنت. أوكي شلون هذا؟ هذا قانون مالته. شو يقول قانون مالته؟ يقول الماكس، الماكس ماكس فاليو سوري ماكس فاليو ناقص الماكس فاليو يعني بالبكسلات ناقص شنو الار. اوكي يعني يعني شلون حسين هسه نجي نشوف. انتبه للنقد، النقد سهل. العفو كومبلمنت شنو الكومبلمنت؟ 255 ناقص الفاليو مال البكسل، مو صحيح؟ هسه هنا شنو هنا النيجاتيف؟ لا ناخذ الماكس بكسل ناقص الفاليو لكل واحد. يعني شلون؟ خلينا نجي نشوف شلون. خلينا نجي نرجع على هذا المثال مثلا، خلينا نرجع على هذا المثال. اوكي نرجع على هذا المثال. انتبهون هسه لان عندنا بكسلات هنا، عندنا بكسلات. اوكي ويقول لك احسب لي، احسب لي شنو؟ احسب لي النيجاتيف مال هاي الايمج، النيجاتيف مال هاي الايمج. اوكي زين نوت شو يقول او النيجاتيف شو يقول؟ يقول اجيب الماكس، لازم عندي شنو اني الماكس. زين الماكس شقد يساوي؟ الماكس شقد يساوي اعلى قيمه شقد؟ خلينا نقول هنا اوكي اعلى قيمه شقد عندي 240. اوكي في القاعده ايش تقول؟ يقول الماكس ناقص الفاليو. اوكي وتساوي نجي البكسل بكسل، نجي البكسل بكسل. الماكس ايش قد؟ 240. 240 ناقص الفاليو ما اول واحد ايش قد؟ 10. فايش قد تساوي؟ 230. اذا اقول هاي قد صارت اول واحد 230. اوكي اجي هاي دا احسب النوت، دا احسب شنو؟ النيجاتيف. دا احسب النوت او النيجاتيف، تجينا النوت بعدين بس هي نفس النيجاتيف. دا احسب النيجاتيف، نجي على الثانيه، نجي على الثانيه شو نقول؟ نقول وتساوي ثاني واحد ايش قد الماكس؟ 200 وشنو؟ 40 ناقص ايش قد؟ ناقص شنو؟ 30 وتساوي ايش قد؟ 200 وشنو؟ 210. وهكذا وضحت؟ نجي وتساوي الثانيه 240 ناقص ايش قد؟ ناقص 50 وتساوي 190. فهي قد تصير 190. اوكي اخوان وضحت الفكره؟ وضحت الفكره شلون تصير؟ هاي بالنسبه للنيجاتيف. فرق بينها وبين الماكس، الماكس شنو؟ قانونها شو يقول؟ يقول 255 ناقص الفاليو. النيجاتيف لا شو يقول؟ يقول الماكس ناقص الفاليو. زين ممكن، ممكن يكون شنو؟ ممكن اذا كان عندنا هنا بكسل، نفرض فرضا كان عندنا بكسل هنا 255 راح يكون هو الماكس عادي، ماكو مشكله عادي. فش راح تصير؟ ترجع كانما شنو؟ كانما نفس الكومبلمنت. اوكي نفس الكومبلمنت بس شنو؟ يعني هي صدفه صارت يعني، بس هي مو قاعده. هو شو يقول القاعده؟ يقول القاعده الماكس ناقص اللي ناقص شنو؟ ناقص الفاليو. اوكي اعتقد صارت واضحه. زين فشلون نحتاجها النيجاتيف؟ نحتاجها بالميديكال ابلكيشن، نحتاجها بالميديكال ابلكيشن. ليش؟ لان يعني نسوي مثلا فد هايلايت على فد عضو معين نريد، اوكي؟ او فد بارت معين. جاية؟ فلو تشوفون هسه هاي هنا مسوي شنو؟ النيجاتيف. لو تشوفون يعني كانت هاي داركر وهاي لايت، اوكي؟ فش صارت؟ صارت بالعكس، صارت هاي دارك وهاي شنو؟ وهاي لايت. ليش؟ يعني النيجاتيف حسب، حسب شنو؟ النيجاتيف. اوكي؟ مثال ثاني همينه، اكو كانت هنا يعني شلون تقول هاي سوداء ايش صارت؟ بيضاء، والابيض صار اسود بالعكس يعني كانما. فهمتوني؟ هاي الانبوت وهاي النيجاتيف ايمج مالتها. اوكي؟ طبعا حسب التطبيق اللي تستخدمه انت. هنا نجي على ثريشولد اللي حكيناه قبل شويه. الثريشولد اللي حكيناه قبل شويه. هنا توضيح يعني احنا حكينا قبل شويه احنا وخذنا مثال، انا بدي اوضح لك. يقول لك اكو شرط لازم يكون باعه، فد كونديشن اكبر واصغر، اكو فد شنو لازم؟ فد شرط. واحنا حكينا نفس التفصيل، حكينا بالتفصيل قبل ما نوصل له، هو نفس الفكره. اوكي حكينا بالسلايد السابق. زين هنا همين حكيناهن النوعين اللي قلنا عليهن السولف والشرط.
مو فد شيء، بس افتهم شلون يصير ثريشولد يعني مو فد شيء عليك. اللوغاريتم هذا هو اصلا قال يعني ما يجي، هو تذكروا هو قال اصلا ما يجي لا تتذكروا، سالناه بوقتها وقال ما مو مهم. اوكي بعد لا تقولون زين هاي باللوغاريتم الصورة تكون في هالصورة تكون في هالشكل باللوغاريتم. اوكي مو مهم الصور عندنا هنا. هاي مهمة شوية، انتبهوا الاخوان. هاي يقول لك شلون ترفع الباور وشلون تقلل الباور، تقلل الباور عفوا ما منه ما صورة معينة، ما شنو مالت صورة معينة. زين عندنا هنا هاي القاعدة، هاي شنو القاعدة. اوكي بس لحظة اخوان، زين فعندنا هاي القاعدة. سوري بس لحظة. زين انا فنجي هنا نجعل هاي القاعده نشتغل عليها. اوكي بدل هالقاعده نشتغل عليها. يقول لك ال السي هي عباره عن شنو كونستان. اوكي فقيمته واحد وتهمل كذلك. ليش؟ تدرون انت عنصر محايد بالضرب هو شنو هو الواحد. اوكي فهسه حنجي نشوف شلون راح ترتفع الفاليو وشلون تقل. اوكي شلون ترتفع الفاليو. صوتي ناصي هسه؟ صوتي ناصي؟ خب قديش المشكلة صباح؟ صوتي ناصي اخوان؟ مو دا يقطع. انا سديت ايش اسمه سديت المايك اخوان. تمام اوكي زين فنجي هنا شلون نرفع الفاليو وشلون نقللها مثل ما قلت لكم. اذا نصعد يعني اذا نصعد الاس الى شلون نقول اذا اس بال اذا اس بال مثلا جو الواحد اكيد مثلا اي رقم صعد الاس جو الواحد شو حيصير بيه؟ يصير شنو؟ يصير الفاليو مالته قليله. واذا اس فوق الواحد تكون الفاليو مالته شنو؟ عاليه. اوكي؟ فلو تشوفون هسه هنا مثلا ايش قد هنا ايش يسوي هنا؟ هي هاي الصوره الاصليه. هنا ايش يسوي الار؟ ايش قد قيمته؟ عفوا الاس مال الار ايش قد؟ يقلل. اذا شنو يسوي؟ يقلل الفاليو. اوكي؟ شنو؟ يقلل الفاليو. اوكي يقلل الباور يعني يقلل الباور. هاي الصوره باور عاليه نعم ايش سوى؟ قلل الباور. اوكي مرات ايش يحتاج؟ مرات يحتاج شنو؟ يرفع الباور. يحتاج شنو؟ يرفع الباور. فلو شوفون هسه هاي الصوره لو شوفون من يقلل الباور شو صار؟ انتبهوا كانت صوره دارك، قلل الباور ايش صارت؟ صارت شلون نقول لايت. اوكي كانت ظلمه ايش صارت؟ فاتحه. يعني اذا حولنا من الدارك لللايت في حال نقلل الباور. اوكي في حال نرفع الباور هي الصوره شنو؟ الصوره فاتحه. نرفع الباور شو تصير؟ لو تشوفون نرفع الباور شو تصير؟ تصير الصوره شنو؟ شلون تقول؟ يعني غامقه. اوكي تصير شنو؟ تكون غامقه. تمام
فيعني مو كلش صعبة وسهلة. تمام، هذا ما أعتقد مهم. أوكي، يعني مو مهمات، يعني مو فد شي مهم، مو فد شي مهم. أوكي، هنا يعني لأن هو هذا الدكتور أتذكره قال غيره، هذا الدكتور قال غيره ما أتذكر. هاي هنا شو حسابية أتذكر، هاي هنا حساب المينيمم، وهاي قال غير مطلوب، يعني شلون تحسبها على قيمة وأقل قيمة، قال ما مطلوب عليكم، مو مهم. يعني هنا أنا شنو، هنا أنا يعطيك فد يعني فد رينج معين وتكون زيادة بي. يعني هذا شو كنت نستخدمه، هذا أتذكرون هذا هنا هو أصلا الإيج ديتكشن، كأنما هذا خلينا نقول فد مبدأ على الإيج ديتكشن. شلون نعرف الإيج ديتكشن؟ شلون تعرف إن هنا صار عندك فد نقلة بالش اسمه، فد نقلة بال بهذا الفاليو، من تجي تشوف مثلا 10 20 10 20 30 35 تجي تلقى قيمة 255 أو 240 وتظل مستمرة لما ترجع، تقول اكو هنا فد شنو، فد نقلة. اوكي، يقول اكو فد شلون نقول بهذا الرينج، مثلا من الرينج خلينا نقول من ال مثلا من ال 100 لل 200 هذا انه اكو فد ماكس فاليو. اوكي، هذا هنا نفس الفكرة، هو ايش يقول لك؟ انا دا ارفع شنو؟ دا ارفع فد فاليو يعني مكان معين برينج معين، دا ارفع فد فاليو. تمام، فلو تشوفون هي هنا مستقره، بس هنا شنو صارت؟ رفعت برينج معين، وشنو؟ وانه رجعت. هاي الرينج محصوره بين من؟ بين A to B. هاي القيمه شوفوها، هاي A وهاي شنو؟ B. تمام، جيد. نجي هنا مهم، يعني اقرا لفظ شلون دا يحكي، مو فد شيء مهم. اوكي، تكتب لين شوي انت تقول هذا، هذا يعني نقدر نقول فتشي بفكره. اوكي، فتشي شنو؟ بفكره. احنا ايش نشتغل هسه؟ خلينا نفرض فرضا نشتغل جراي سكيل ايمج، ايش قد؟ 8 بت. جراي سكيل ايمج 8 بت، يعني عندي كم شو اسمه، كم ليفل؟ عندي 8 ليفلات، عندي كم ليفل؟ عندي 8 ليفلات. اوكي، زين، هذا شنو؟ اذا مثلا عندي، اذا انطي البت لل يعني اذا انطي البت للليفل الاول، اذا انطي البت للليفل الاول، اوكي، اذا انطي البت للليفل الاول معناها شنو؟ حتكون عندي يا اما يعني اقصد للبت الاول، اذا انطي القيمه هسه راح نشوف شلون انطي القيمه، شو حصل عندي القيمه؟ تكون يا اما 0 يا اما 1. اذا انطي الليفل الثاني شو حتكون عندي قيم؟ يعني قيم الالوان تكون عندي شنو؟ قيم الالوان تكون يا اما 0 0 يا اما 1 1 يا اما 0 1 يا اما 1 0. تمام، فهذني شنو؟ تكون عندي اربع ليفلات، وهكذا كل ما ازود مقدار الليفلات تكون شنو؟ تكون عندي القيم اكثر، يعني قيم البت اكثر. اوكي، قيم خلينا نقول الرينج اكثر يصير، شو تسميها يعني ما اعرف. تمام، فهسه عندي هاي الصورة الأصلية. أوكي، عندي هاي الصورة، راح نجي نشوف شلون راح نجي نطبق. لو نشوف هسه هنا من طبقنا شنو؟ من طبقنا الرينج اللي هو شنو؟ اللي هو بس على الواحد. أوكي، من طبقنا يعني هاي شنو أقصد يعني بيها؟ أعلى شيء اللي هي إيش قد؟ اللي هي 255. أوكي، من طبقنا أعلى شيء. تمام، لو شوف شنو على يعني على البت الثاني حطينا واحد، يعني شغلنا البت الثاني طفيناه كل مثلا نقول. اوكي، شغلنا، تذكرون شنو نسويها بالماتلاب؟ نسويها بالبت جيت، تتذكروها بداله اسمها بت جيت، لا تتذكروها شلون كنا نسوي. المهم احنا نشغل في كل مره نشغل بت ونطفي البقيه، فلو نشغل هذا البت شو تشوفون؟ اشتغل البت الثامن، تعطينا الصوره بهاي الشكل. هنا شغلنا البت الثاني تعطينا الصوره بهاي الشكل، يعني شو يطلع لي اخوان؟ يطلع لي الصورة يعني اللي ضمن هذا الرينج، فهمتوني؟ يعني تفهموني شلون؟ يعني ضمن الرينج اللي هو شنو؟ الثامن بت. اوكي، يعني يطلع لي الالوان اللي هي ضمن الرينج الثامن. اوكي، تطلع لي الالوان اللي هي ضمن الرينج الثامن. زين،
يعني اكو حصه تدرجات. اذا احطه هنا قبل الاخير بالسابع هم يعني يطلع لي في التدرجات وهكذا لحد ما اوصل للاخير اللي هو بس شنو لو تشوفوا الصوره بس 01 وياي. فهاي تكون شنو اقل شيء اللي هي شنو هي اقل بت جيت او اقل بت لين شو تكون؟ تكون 01. وشلون تمثيلها؟ تكون بس اول بت هو شنو هو؟ تكون بي الفاليو. طبعا اكيد هذه البيانات ايش تكون اقل. ليش بيانات اقل؟ لان بتاتها على البت الاول، البت الاول شنو يشتغل؟ شنو؟ بلاك وايت. اوكي؟ يشتغل شنو؟ بلاك وايت. فهاي خلوها ببالكم. وش تشتغل بالما تلاحظ تذكرون؟ نشتغل على شلون سوينا الجيت بت. زين. هاي هنا كذلك نفس الصوره معطيك ال 100 دولار يقول لك شلون دا امشيها. تمام؟ هنا أنا يعني بيكمل عليها صارت واضحه عندكم اعتقد. طبعا اكيد احنا بدنا نشتغل شنو الكوانتيتي هسه شويه. هاي من قلنا هيك معناها شنو الكوانتيتي؟ اكيد ما حكينا هسه، حكينا ابعاد. احنا حكينا ابعاد ما حكينا ابعاد. بدنا نقول الفاليو اذا اخليها هنا 255 اذا هنا 127 وهكذا، مو صحيح؟ فبدنا نحكي على شنو؟ على شيء اسمه كوانتيتي، ما بدنا نحكي على سامبلينج، اوكي؟ ما بدنا نحكي على سامبل كوانتيتي. تمام؟ فهي خليها ببالك. اوكي؟ يقول لك يعني هذا مو فد شيء مهم، حكينا يعني فد شيء. اوكي. هذا ملخص مالت شو اسمه؟ ما بي فد شيء يعني. انا سالنا اكو سؤال هاي المحاضرة. المحاضرة بها التفاصيل المطلوب تحفظهن او تفهمهن اللي هنا كم شغله. اوكي؟ و يعني بها النيجاتيف وبها البت بلين وبها كم شغله يعني تعرفهن المفروض. ايمج انهانسمنت اللي هي تعداد هذا مالتهن ثلاث نقاط، هذا يعني احسه مهم. اوكي؟ اكو سؤال هنا أنا. اكو سؤال لهنا هون. هاي المحاضرة الثالثة. تمام.